بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء أهلا وسهلا بكم في رابع محاضرات كورس الأنتنز إنجينيرينج. في المحاضرة دي بنستكمل الأنتنة بارامترز، ودي يعتبر آخر بارت في الأنتنة بارامترز عشان هنبدأ بعد كده في ديتيلز أكبر في الأنتنة، وهي الأيزوتروبيك سورس والأراي أوف أيزوتروبيك سورس، وما ندخل على الواير أنتنة بقى أول أنواع الأنتنز والديبول والانواع الاخرى اللي هتيجي على مدار الماتيريال والمنهج بتاعنا. بنبدا محاضرتنا الاول بان احنا نعمل ريفرشمنت كده للبارامترز اللي اخذناها في محاضرتين اللي فاتوا، وهي الراديشن باترن، ثم هنعدي على البيم سوليد انجل، الدايركتيفيتي، الراديشن انتنستي، والباور دينستي. ثم ناخد طبعا ده الكلام اللي اتاخد في اخر محاضرتين، ثم ناخد بعد كده الانتنا امبيدنس، الراديشن ريزيستنس، البيم افشنسي، الجين، والفرق ما بينه وبين دايركتيفيتي، الافكتيف والفيزيكال ابريتشر، ونختم بالفيري ايكويشن اللي هي الترانسميشن لينك. خلينا الاول نريفيو سريعا. اخذنا في المحاضره اللي فاتت ان الاول كلمه راديشن باترن معناها زي ما نقول mathematical representation of antenna parameters as a function of spherical coordinates، عملية representation للantenna parameters اللي احنا بندرسها، اللي هي كل الparameters اللي عمالين نتكلم عليها، solid angle والefficiency والbeam والgain والdirectivity والكلام ده، كfunction في spherical coordinates اللي هي theta و phi و r. بس mainly احنا هنعتمد هنا على ان الr هتبقى radial component، يعني fixed في الfar field، او مش هي اللي ليها الويت في الفار فيلد، وان انا هتكلم على مينلي السيتا والفاي وتاثيرهم على البارامترز دي. طيب درسنا في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها اولا ان في حاجه اسمها السوليد انجل او النمبر اوف ديجريز، بيقولوا عليه سفيريكال ديجريز او نمبر اوف سكوير ديجريز او النمبر اوف ستيريديان. السوليد انجل هو دبل انتجريشن لساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، تمام. وبعد كده دخلنا بعمق شويه، اخذنا حاجه اسمها البيم اريا، وعرفنا ان البيم اريا هو الدبل انتجريشن ل الار سكوير ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، ومنها نقدر نستنتج البيم اريا للسفير او لاي شكل الراديشن باترن هيبقى عامل ازاي لما يبقى البي نورمالايزد ليها ايكويشن معينه، او اي نورمالايزد سكوير ان ريبليسمنت اوف البي نورمالايزد، او اليو نورمالايزد كبديل للبي نورمالايزد. بعد كده بدانا نتكلم على حاجه اسمها البي راديتد او راديتد باور. الراديتد باور هو عباره عن الدبل انتجريشن للباور دينستي بالنسبه للاريا، ده الباور دينستي اوميجا افريج بالنسبه للاريا، دي عباره عن نص الريال بتاع الاي كروس اتش كونجكت، الاي كروس اتش كونجكت، والاريا اللي هي الار سكوير ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي دي دي اي. الكلام ده هو في النهاية عبارة عن إيه؟ هو في النهاية يمثل اليو دي أوميجا، يعني لما أجي أضرب الآر سكوير في النص ريال إي كروس إتش كونجكت، ده يديني اليو راديشن انتنستي في الدي أوميجا اللي هي تعتبر ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. وقلنا إن أي باور هتكافئ الآي سكوير في الآر، اي ماكس سكوير في ار، او سوري اي ار ام اس سكوير في ار، او اي ماكس سكوير على 2 في ار راديشن، ده لما نيجي نعمل الريبرزنتيشن في المحاضره دي للانتنا كايكويفلنت سيركت عباره عن جنريتور وريزيستنس. برضه هنعرف ان البي راديتد بتبقى عباره عن افشنسي، توتال افشنسي بتاعت الانتنا في الباور الانبوت. يعني ايه؟ الباور راديتد في الجو عباره عن ايه؟ هو الانتنا دي متوصله فين؟ لو الدايره ترانسميتر يبقى هي اخر ستيج عندي في الترانسميتر، يبقى اوريدي في عندي سب سيستمز ورا بعض كده، فيها موديوليتورز، فيها فلترز، فيها اوسيليشنز، فيها او جنريتورز مثلا، فيها ستيبس كتير، وفي اخر خالص في الانتنا. كل اللي قبل كده في باور انبوت جايه اصلا من الدايره،
توصل وتطلع في الهواء بي راديتد، هل الباور انبوت اللي هي انترنالي جوه الدايره هي نفسها الباور اللي طالعه في الهواء؟ لا طبعا اكيد في اختلاف. طيب اكبر ولا اقل؟ لا اقل. الباور اللي هتبقى في الهواء واللي هنستقبلها بعد كده هتبقى اقل اكيد من الباور انبوت اللي جايه اصلا، وده طبيعي عشان في لوسز، ممكن تكون في انترنال لوسز جوه السيستم في شكل هيت في اي شكل من الاشكال يقلل الباور، فبالتالي الباور اللي هيوصل عندي في الهواء مش هو طبعا التوتال باور اللي جاي، والعكس صحيح، انت ممكن تكون الباور اللي بتستقبلها اقل من الباور اللي بتبعتها، فالافشنسي دايما هتبقى الايديال 100% طبعا، لكن اقل من 100%، وبالتالي دايما البي راديتد هتكون اقل من البي انبوت. اخدنا بعد كده الراديشن انتنسيتي وقلنا هي عباره عن ايكويشن الافريج باور اللي هي الدنسيتي باور دنسيتي في الار سكوير. وبعد كده طلعنا اهم قانون خالص وقلنا نركز عليه جدا وهو الدايركتيفيتي، والدايركتيفيتي دي قلنا هي الريشيو اللي بتقيس لي علاقه ماكسيمم باور اللي طالع من الانتنه على الافريج باور في اي لحظه بقيس عندها الباور او في اي مكان بقيس عنده الباور اراوند الانتن. طيب ده لما جينا استنتجناه طلع 4 باي اوفر بيم اريا، 4 باي 4 باي اوفر بيم اريا. البيم اريا ايكوال دبل انتجريشن لليو نورمالايزد دي اوميجا اور دبل انتجريشن للبي نورمالايزد دي اوميجا اور دبل انتجريشن للاي سكوير نورمالايزد دي اوميجا. الثلاث قوانين دول زي بعض، قلنا يا يو نورمالايزد يا بي نورمالايزد يا اي نورمالايزد سكوير. طبعا الكلام ده كله كلمه انتجريشن اوفر 4 باي يعني على السفير، يعني حدود الثيتا بتبقى من 0 لباي ده الثيتا، حدود الفاي بتبقى من 0 ل 2 باي. مش بالضروره ان يكون الريديشن باترن كيوبايد 0 الباي و0 ل 2 باي كلهم، ممكن يكون الثيتا من 0 الباي على 2 والفاي من 0 الباي مثلا او باي على اوفر 3 مثلا، فهي الماكسيمم رينج بتاعي من 0 الباي ومن 0 ل 2 باي بالنسبه للثيتا والفاي. الدايركتيفيتي ايضا بتبقى ده الايكويشن النهائي بتاعي لو بدلاله البي راديتد، يعني البي راديتد فوق اهي القانون بتاعها عباره عن الدبل انتجريشن لليو دي اوميجا. فبالتالي انت ممكن تقول دي الدايركتيفيتي بتاعتك عباره عن 4 باي، بدل ما تقول على يو نورمالايزد، ايه رايك ما تخلي اليو نورمالايزد دي يو اوفر يو ماكس، صح؟ هي دي هتطلع فوق، فكانها تبقى 4 باي يو ماكسيمم اوفر دبل انتجريشن لي يو دي اوميجا، يو مش يو نورمالايز، الدبل انتجريشن لليو دي اوميجا هي دي البي راديتد. يبقى نخلي بالنا قوي ان قانون البي راديتد فانكشن في اليو مش في اليو نورمالايز، اما الدايركتيفيتي فانكشن في اليو نورمالايز، وممكن تبقى فانكشن في اليو عن طريق البي راديتد هنا، ان انا اقول 4 باي يو ماكسيمم على بي راديتد او 4 باي على دبل انتجريشن لليو نورمالايز. على فكره القانون بهذا الشكل ما بنلاقيهوش في كتب كده باللي هي 4 باي يو ماكسيم على بي راديتد، احنا ضمنيا بنفك البي راديتد لدبل انتجريشن يو دي اوميجا ونروح راجعين قاسمين اليو اوفر يو ماكسيم ونقول دي كانها اليو نورمالايز. تمام. بعد كده استكمالا للكلام بتاعنا نقدر نوصل بقى النهارده لحاجه، القانون ده هيبقى حاجه جديده هناخده النهارده، وهو ما يعرف باسم الراديشن ريزيستنس. هنعرف في نوعين من الراديشن من الريزيستنسز، يعني بيبقوا جوه الايكويفالنت سيركت بتاع الانتنا، لوسز ريزيستنس وراديشن ريزيستنس. الراديشن ريزيستنس هي الاليمنت المسؤول عن الراديشن، واللوسز ريزيستنس هو الاليمنت المسؤول عن تفسير ليه الافشنسي ما بتبقاش 100% 100% ليه بتقل. فبالتالي هندرس الار ال والار اوفر سكرايب اللي هي ار سمول، ونشوف الايكويشنز دي بتسمع في الافشنسي بقد ايه. فهندرس ان كاي ريزيستنس في دايره مشي فيها كارنت يبقى الباور بتساوي اي سكوير في ار، لو الاي دي ماكسيمم يبقى نص اي سكوير في ار، على اساس ان الاي دي باي ديفولت ار ماس مثلا. فالار راديشن هتبقى 2 بي على اي سكوير عندي، بنقول عليه ده التيرمينال كارنت. البي اللي هي البي راديتد يبقى 2
بالانتجريشن لليو دي اوميجا على اي سكوير. يبقى الراديشن ريزيستنس هو ده الاليمنت اللي بيفسر لي فيزيكالي فكره الراديشن من الانتنا. طيب هنسكيب الكلام ده ونروح ل اول بارامترز الكويز، حتى ننزل طبعا لنا كويز ونحلها بعدين بالتفصيل. هنروح لاول بارامتر، واول بارامتر عندي في محاضره النهارده هو انتنا امبيدنس. طيب خلينا نبص على الانتنا. الانتنا متوصله بسيركت صح. احد اسباب اللوسز اللي بتحصل في الراديشن هو عمليه المس ماتشنج اللي بتحصل ما بين الانبوت امبيدنس بتاعت الانتنا والامبيدنس بتاعت السيركت. يعني مثلا لو الانتنا امبيدنس سي 50 اوم او 75 اوم اللي هو الارقام الكومون او المنتشر او الشائع وهنسمعها كتير، وكانت السيركت بتاعتي الاوفر اول امبيدنس الاوتبوت من السيركت دي 100 اوم، انت هنا عندك امبيدنس طلع من الدايره غير الامبيدنس هيركب معاها الانتنا، هيحصل ميس ماتش وبالتالي هياثر على الباور راديتد عندي. فانا بشيل الاول السيركت اللي هو الجنريتور مع الانتنا او السيركت اللي هي هتطلع منها الانتنا وبحطها بدايره ايكويفالنت. الايكويفالنت دايره عباره عن ايه؟ عباره عن لازم يبقى عندي راديشن ريزيستنس، ده الريزيستنس المسؤول عن الراديشن، او طبعا الكلام ده فيرتشوالي مش حقيقه يعني، بس هو ده اللي بنقوله يعني، كان ده الاليمنت المسؤول عن الراديت. فكره اللوسز ريزيستنس عشان نفسر بعد كده الافشنسي. الجنريتور بتاعي او الدايره كلها بالكرنت اللي بيمشي فيها بالحاجات دي كلها كانها سورس اسمه في جي ومعاه انبوت ريزيستنس ار جي، وكان معاه رياكتنس اسمها اكس جي. نفس الكلام الانتنه فيها ار لوسز وار راديشن، وكان فيها اكس اي، كان فيها برضو انتنه رياكتنس. يبقى احنا عندنا راديشن ريزيستنس R وR losses اللي هي loss resistance وXA اللي هي antenna reactance، وعندي بقى Z اللي هي عبارة عن R وX بتوع الجنريتور أو بتوع السورس أو بتوع الدايرة تمام. فالأنتنا impedance هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن الانبوت impedance بتاع الأنتنا اللي هي اللي جاية لها قبل ما تطلع في الهواء، فهي عبارة عن زد إيه؟ الزد دي عباره عن ايه؟ عباره عن الار اي بلس جي اكس اي. الار اي دي اللي هي متمثله في ايه؟ اللي هي متمثله في الراديشن ريزيستنس واللوسز ريزيستنس، يعني لو نجمع الاثنين دول يبقى دول التوتال ريزيستنس بتوع الانبوت امبيدنس الانتنا، والاكس اي دول الايه؟ الانتنا رياكتنس. لما تيجي تقول مجموع الاراد بلس جي الاكس ده يبقى انت كده جبت التوتال انبوت امبيدنس، وهو ده اللي المفروض يماتش مع الدايره دي مع الجزء ده، لازم دول يماتشوا مع ده، يعني لازم دول فيرتشوال يساوي دول عشان تبقى الراديشن افشنسي اعلى ما يمكن. ومن هنا نبدا بقى نعرف، يعني لازم يبقى احنا بندرس الراديشن ريزيستنس والحاجات دي عشان نتكلم على الراديشن افشنسي. ايه هو الراديشن افشنسي؟ ذا ريشيو اوف ذا توتال باور راديتد باي ان انتنا to the net power accepted by the antenna from the connected transmitter. النسبة بين التوتال باور الراديتد اللي طالعة من الانتنة للباور الصافي اللي accepted by antenna اللي داخل الانتنة، اللي داخل واللي طالع، العلاقة بين الاثنين. يبقى الافشنسي أو الإيتا equal البي راديتد اللي طالعة في الهواء على البي accepted اللي جاي. البي راديتد ودي هنعرفها أو عارفينها، اللي هي نص اي سكوير في ار، اللي هي دبل انتجريشن لليو دي اوميجا اللي هي خدناها في قوانين قبل كده. البي اكسبتد دي عباره عن ايه؟ الاكسبتد دي اكبر من الراديتد، يعني هي عباره عن راديتد بلس لوسز صح؟ ما هو انا داخل لي باور معينه 100 وات سي مثلا طلع 80، اذا ال 100 دي عباره عن 80 بلس 20 حصل لهم لوسز، فيبقى البي اكسبتد هي نفسها البي راديتد بلس البي لوسز. فالبي راديتد بتطلع بدلاله الار راديشن اللي هي المفروض نص اي سكوير في ار راديشن على البي راديتد اللي هي نص اي سكوير في ار راديشن بلس البي لوسز. البي لوسز دي اللي هي بقى ايه؟ اللوسز
resistance اللي احنا هندرسها. فتبقى هي R radiation كأنها R radiation على R A R antenna كلها. ال R antenna كلها اللي هي فيها جزء الراديشن زائد اللوس. يعني لو شلت دي وحطيت I square في R radiation، شلت دي حطيت I square في R radiation، I square في R losses. I square مع I square مع I square يديك فوق R radiation على R radiation زائد R losses. يعني لو الجزء ده ملخبطك ركز في دي، هي دي ترجمة دي، كأن في I square وطارت في كل الأنحاء. يبقى الافشنسي عبارة عن R radiation على R radiation plus R losses، وهي دي radiation efficiency، دي اسمها radiation efficiency. خلي بالك ان انت هتدور بعد كده على total efficiency، احنا مبدئيا بندور على حاجة اسمها radiation efficiency. طيب radiation efficiency function في radiation resistance والlosses resistance. لما يقول لك طبعا lossless medium يبقى انت بتبتسم جدا، لان ساعتها الافشنسي بتاعتك كانها 100%، لان الار لوسز كانها زيرو لما يقول لي lossless medium. طيب ادي الرسمه اهي بشكل اوضح زي ما احنا قلنا. نروح بقى نحط اول قانون عندي، الراديشن ريزيستنس عباره عن 2 بي على اي سكوير اللي هي 2 دبل انتجريشن لليو دي اوميجا على اي سكوير، وما ننساش ان الافشنسي عباره عن ار راديشن على ار راديشن بلس ار لوسز. الار راديشن دي لما جينا حسبناها البي والاي والكلام ده مش بالضروره تطلع ارقام كده بسهوله. هي على فكره الراديشن ريزيستنس بتتشينج حسب برضو حاجات في الدايره، يعني الراديشن ريزيستنس مش فيكسد، هي فانكشن في اللينس بتاع الانتنه وفي الويف لينس اللي انت بتشتغل عليه. هتلاقي الراديشن ريزيستنس دي دايناميك، مش ستاتيك، مش فيكسد. فنوع من انواع الانتنه مثلا اسمه انفينيتيزمال دايبول. انفينيتيزمال دايبول ده نوع من انواع الانتنه، واير انتنه صغير كده بس اللينس بتاعه بيبقى اقل بكتير من لامدا على 50. فتيجي انت مثلا لما نقول ال اقل من لامدا على 50 وهو شكله دايبول، وده برضو الشورت دايبول دايبول، بس بيبقى شورت دايبول ده اللي هو بيبقى الاكبر من لامدا على 50 او يعني ممكن يكون حوالي اكبر من لامدا على 10 كمان، يعني ممكن يكون لامدا على 2 لامدا، يعني بيبقى فيه اختلاف ما بين الانفينيتيزمال دايبول والشورت دايبول في رينج اللينس، يعني علاقه اللينس باللمدة. ففي حاله الانفينيتيزمال دايبول اللي هي ال بتبقى قليله جدا كومبيرد ويز لامدا، بتبقى الراديشن ريزيستنس بعد الحسابات 80 باي سكوير ال على لامدا الكل سكوير. طبعا القانون ده هيتثبت في الشابتر الخاص بالدايبولز، يعني لما نيجي ندخل في الشابتر الخاص بالدايبولز هنعرف الايكويشن بتاعتي اللي هي فيها دي الراديشن ريزيستنس 2 في الدبل انتجريشن لليو دي اوميجا. لما نيجي نشوف اليو هنلاقي ان اليو بالنسبه للانفينيتيزمال دايبول والشورت دايبول فانكشن في سيتا اللي هي بتبقى ساين سيتا مثلا، فهنلاقي نفسنا بن انتجريت ساين سيتا وبنبتدي نطلع قيم والقوانين بتبدا تظهر فيها ال ال واللامدا والكلام ده، لان في ايكويشن للدايبول بقى هنستنتجها، هنستنتج علاقه الالكتريك فيلد ومنها نطلع الباور ومنها نطلع اليو، فنقدر نستنتج الراديشن ريزيستنس كقانون بكام. انت خلي بالك الاي دي اليو دي هي نص ريال بتاع الاي كروس الاتش كونجكت او نص اي سكوير على ايتا، فانا لو جبت الاي للدايبول ده اقدر اجيب الراديشن ريزيستنس وكام. فهي العلاقه هتطلع زي ما احنا شايفين 80 باي سكوير، ده مؤقتا بنعرفها في المحاضره دي بالشكل ده، نوع الدايبول ده تطلع 80 باي سكوير. بالنسبه للشورت دايبول اللي هو ال اكبر شويه بقى من لامدا على 50 وممكن توصل لحد لامدا على 10، فتبقى 20 باي سكوير ال على لامدا الكل سكوير. طبعا لو جت مسائل فيها انفينيتيزمال دايبول او شورت دايبول ببدا اختار القانون المناسب ليها، الفرق مش كبير. يعني هنا مثلا قال لي يوني دايركشنال باترن انتنا، عايز احسب الراديشن ريزيستنس لو اليو 8 ساين سكوير سيتا ساين كيوب فاي اوميجا ستيريديان ماينس 1، وير سيتا من 0 باي وفاي من 0 باي لو الاي ار ام اس 3 امبير. القانون هنا هو يبدو ليك انك انت بتعوض تعويض مباشر، يعني انت عارف ان القانون عباره عن ان الراديشن ريزيستنس هتساوي 2 بي على اي سكوير، صح؟ الاي سكوير هي اي ماكسيمم،
هي الاي ماكسيمم. فانت هتحتاج تجيب الماكسيمم، هو مديك الار ام اس. انت ممكن بدل ما تعوض بالقانون ده تعوض بي على اي سكوير، بحيث ان الاي دي هي ار ام اس. يعني ليه اجيب اضرب في روت 2 بعد كده ارجع اربع وبعد كده هتشل الاثنين مع الاثنين تاني؟ انت ممكن لو انت معاك الار ام اس تقول البي بتساوي اي سكوير في ار على طول. لو معاك الماكسيمم يبقى 2 بي على اي سكوير هي الافضل. فهنا دي هتبقى ب3 ودي اوريدي معانا 3 سكوير. البي بقى هتبقى عباره عن ايه؟ البي هنا هي الدبل انتجريشن لليو دي اوميجا، صح؟ الدبل انتجريشن دي يبقى انت هتحط من 0 الباي ومن 0 الباي اللي هي السيتا والفاي. اليو اللي هي جيفن عندك 8 ساين سكوير سيتا ساين كيوبيك فاي. وما ننساش نضرب في الدي اوميجا اللي هي اصلا فيها ساين سيتا، خلي بالنا دايما بتتنسي دي، دي سيتا دي فاي اللي هي السوليد انجل بتاعها، عشان دي هتبقى ساين كيوب في ساين كيوب، يعني كانها تكاملين في 8 تطلع بره، كان عندي تكامل لسيتا ساين اس 3 سيتا، وكان عندي ساين اس 3 فاي دي فاي، تمام؟ وتكامل ده وتكامل ده، اي ثينك ان ده كان بيطلع تكامله 4 اوفر 3 وده هيبقى زيه وده هيبقى 8، فيبقى معايا الايه البي لوحدها اقسمها على اي سكوير يديك الراديشن ريزيستنس. تعويض مباشر جدا، ممكن بالاله وممكن بالايد، براحتك انت بالطريقه اللي تريحك في الحل. الاكزامبل الثاني، لما خلي بالك برضو عايز اعلق على حته صغيره، لما بيقول لي يوني دايركشنال باترن، يعني الباترن بتاعي في اتجاه واحد بس والتاني لا. لو انت عندك سفير انتنا وشغال يوني دايركشن، يوني دايركشنال يعني انت شغال نص كوره، يعني الانتنه كلها مش واخده، السفير كلها واخده نص الكوره، فنص الكوره بتاعتك ممكن تعتبر ان نص الكوره راسي مثلا فيرتيكال، فالسيتا واخده من 0 الباي، بس الفاي مش هتلف 360، هتلف من 0 الباي. وواحد تاني ممكن يعتبرها لا، ده السيتا هنعتبرها ابر هيمسفير، وبالتالي يبقى السيتا بتاعتي واخده من 0 لباي اوفر 2، والفاي واخده من 0 ل 2 باي. في احيانا كثيره ما بتفرقش قوي، لانك بتلاقي الاثنين باي اللي بتطلع في التكامل هنا مع الباي على 2 بتاعه الانتجريشن دي كانها هي فكره من 0 باي و0 باي، بس مش في كل الفانكشن بتاعت الالكتريك فيلد. فطبعا مهم جدا ان انا عارف اليوني دايركشن ده يبقى في اتجاه الايه، الابر او الرايت سفير ولا الليفت سفير ولا البوتوم سفير. دي بتبقى مهمة عندي عشان أحدد الانتجريشن ليميتس صح. المسألة الثانية عندي ايزوتروبيك أنتنا. ايزوتروبيك أنتنا الراجل ده كده ريحني، يعني الراديشن واخد شكل كورة، يعني الباور فيكسد في جميع الاتجاهات، يعني الالكتريك فيلد هو كمان فيكسد، ما هوش ده لا في ولا فاي، يبقى هنا التكاملات سهلة جدا. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ هو بيقول لي ايزوتروبيك أنتنا الفيلد باترن بتاعي الاي 10 اي اوفر ار، الاي ده الامبليتيود كارنت، الار الديستانس، عايز الراديشن ريزيستنس، ونكرر ده للهيمسفير انتنا. حته هيمسفير اللي هي نص كوره، هنا بقى بنتكلم عن نص كوره، الكوره الكامله الاريا بتاعتها 4 باي ار سكوير، لكن الهيمسفير 2 باي ار سكوير، فدي حته مهمه جدا برضه. طيب الايستروبيك انتنا ومديني الالكتريك فيلد والكرنت انون اي، وعاوز يحسب الراديشن ريزيستنس. والله القانون بتاع الباور عباره عن لو انت هتعتبر كله ار ام اس مثلا، يبقى بس هو هنا ده اي نوت، فاي نوت يعني اوريدي دي ماكسيمم، يبقى 2 بي على اي نوت سكوير، صح؟ البي بقى هنا بايه؟ البي هنا اللي هي الدبل انتجريشن، صح؟ لليو اللي هي نص ريال الاي كروس الاتش كونجكت في الدي اوميجا اللي هتيجي بعد كده اللي هي الساين سيتا دي سيتا دي فاي في ار سكوير، طبعا عشان كنا هننسى الار سكوير. هنا بقى النص ممكن تتشال مع الاثنين ويبقى لك واحد اوفر اي نوت سكوير. الفاي مش موجوده خالص، فممكن تطلع بره ب 2 باي في الار سكوير في اي سكوير على زد او على ايتا، صح؟ اللي هي الاي كروس الاتش كونجكت، اي سكوير
على زد. في الانتجريشن بتاع الساين ثيتا ده بيطلع باتنين. ما انت لو خدت بالك 2 في 2 باي ار سكوير دي 4 باي ار سكوير. ما انا كمل اول سفير، فانا ليه بعمل اللفه دي؟ عشان كده لما بصيت في الحل هتلاقي الباور قايل لك الاس في الايه، الاس ده هو البوينتنج فيكتور او هو اليو على طول في الايه. طب ليه عملها يو ما عملش الدبل انتجريشن لليو زي ما احنا عملنا؟ لانه هنا ما احتاجش يعمل دبل انتجريشن لسبب، هو قال لك ده سفير، فالسفير يبقى اليو دي ايه دي على طول هتطلع يو في الاريا على طول. فالاريا بتاعتي هنا هي السفير 4 باي ار سكوير. فانت ليه تلففني لفه ملهاش لازمه؟ لا انت عوض على طول فيطلع 2 في 2 باي ار سكوير. هو زي ما احنا عملنا الانتجريشن بس هي اختصرها لي. يبقى 2 في 2 باي ار سكوير يعني 4 باي ار سكوير على اي نوت سكوير في الاي سكوير على الايتا. الايتا طبعا اللي هي 120 باي او 377 صح. وهنا كاتبينها زد، هي نفسها الايتا، هي نفسها الايتا اللي هي 120 باي. الاي اللي هي 10 اي على ار، ربعها يبقى 100 اي سكوير اوفر ار سكوير. كل القصه دي لما اجي اعوض بيها هنا يطلع لك الناتج بتاعك الريديشن ريزيستنس 3.3. يبقى تاني عايز تشتغل بالانتجريشن زي ما انا عملت ماشي، عايز تشتغل بالطريقه المختصره بتاعت الحل دي ماشي. انا عشان اسهل عليك بقول لك ايه، اشتغل بالقانون العادي بتاعنا اللي هو انك انت تعوض تعويضات مباشره، تعويضات في التكامل يعني، وتستنتج التكامل. وده الافضل، القانون انك انت تشتغل بالقوانين بتاعتنا زي ما احنا شغالين دلوقتي اهو. القانون بتاعك اهو 2 بي على اي سكوير وهو نفسه 2 في الانتجريشن لليو في الدي اوميجا. اليو هنا اللي هي تعتبر النص، طبعا فيها ار في الاوميجا افريج يعني نص ريال اي كروس اتش كونجكت في الار سكوير في الدي اوميجا. هو ده اليو. يعني انت لو حبيت تزود هنا قانون عشان خاطر توحد القوانين بتاعتك، انا هتلاقيني كاتبها في اخر سلايد عندي في محاضره النهارده. هتشيل اليو، اليو غير اليو نورمالايز، فهتحطها ار سكوير في الاوميجا افريج اللي هي نص ريال اي كروس اتش كونجكت في الدي اوميجا اللي هي ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، كل ده على اي نوت سكوير. هو القانون ده هو اللي انا استخدمته دلوقتي في الحل عندي. طيب خلينا نكمل الافكار بتاعتنا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب المطلوب الثاني اللي هو هيمسفير. هيمسفير حضرتك لو انا هشتغل بالطريقه المختصره دي يبقى الاريا دي هحطها 2 باي ار سكوير. لو انا هشتغل بالطريقه الانتجريشن اللي انا لسه شغال بيها واللي انا بفضل انك انت تشتغل بيها، يبقى انت هتحط حدود التكامل بتاعتك بدل من 0 لباي الثيتا والفاي من 0 ل 2 باي، هتخلي الفاي هي كمان من 0 لباي. واحد يقول لي خلي الثيتا من 0 لباي على 2 والفاي من 0 ل 2 باي، اوكي مفيش مشكله. طيب نروح للبارامتر اللي بعد كده وهو بيم افشنسي. احنا درسنا الراديشن ريزيستنس ولسه على فكره ما درسناش الافشنسي نفسها، ده جزء من الافشنسي بي الراديشن ريزيستنس. لسه هنروح بقى للافشنسي نفسها وتاثير الراديشن ريزيستنس على الافشنسي. طيب احنا محتاجين نعرف حاجه اسمها توتال افشنسي اللي هي الاي توتال، وبرضه عشان ما نتلخبطش هو الافشنسي احنا هنكتبها كده ولا هنكتبها كده، عشان في مراجع نلاقي كاتباها كده وكاتباها كده. خلينا نكتبها اي كافشنسي ونخلي الايتا دي الانترنسيك امبيدنس اللي نقول عليها زد او ايتا اللي هي 120 باي او 377 ماشي، عشان نوحد بس الايه المسميات. طيب الاي توتال عندي تنقسم لنوعين من الافشنسي عندي، اي خاصه بالراديشن واي خاصه بحاجه اسمها كوندكشن اند الكتريك او داي الكتريك لوسز، يعني حاجه خاصه بالراديشن وحاجه خاصه باللوسز. دول الافشنسي بتوعي، حاصل ضرب الاثنين في بعض ده يديني التوتال افشنسي عندي في الدايره. طيب التوتال افشنسي اللي هي التوتال باور راديتد على الانبوت باور من الانتنا الاكسبتد باور، تمام، اللي هي ممكن نقسمها زي ما هنعرف دلوقتي لجزء خاص بالكوندكشن دايلكتريك
وده اللي هنسميه ال radiation efficiency. وتعالى نشوف هو عبارة عن ايه. لو انت عندك الانتنة بالشكل ده ليها input impedance، والفيد لاين او الحاجة اللي هتوصل بالانتنة او السلك اللي هتوصل بالانتنة رايح للدايرة او whatever، ده ليه impedance تانية اسمها زد نوت، وما كانش الاثنين دول قد بعض، ادي الانبوت باور جايه اهي في ماسوره مخنوقه ورايح على ماسوره اكبر مثلا، يعني كسبيل المثال. ممكن يحصل جزء من الباور اللي ساقط يحصل له ريفليكشن وجزء يعدي، فعشان كده الباور اللي هتطلع من الانتنة radiated اقل اكيد من الباور الاكسبتد او الانبوت اللي جايه من الفيد لاين. طيب احسبها ازاي؟ عشان دي هتبقى شغل الشاغل والاهميه اللي عندي. بسيطه جدا. اولا خلينا نقول ان ابسط حاجه اقدر احسبها هي الاي راديشن. الاي راديشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن واحد ماينس الجاما سكوير. انا عارف الجاما سكوير اللي هو الريفليكشن كوفيشنت اللي كنا بناخده زمان، فده هيبقى سهل حسابه. 1 ماينس جاما سكوير. الجاما دي هي ايه؟ هي بقى علاقة الانبوت بالاوتبوت امبيدنس، علاقة الامبيدنس بتاعت الانتنة بالامبيدنس بتاعت السيركت او الفيد لاين بتاعي. فهتبقى عبارة عن ايه؟ احنا خدناها اوريدي فعلا ان هي زد انبوت ماينس زد اوتبوت على زد انبوت بلس زد اوت، ده اللي كنا بندرسه قبل كده. هو ده الجاما سكوير. يبقى انت الافشنسي بتاعك 1 يعني 100% ماينس الجزء ده، كأن ده جزء بيعبر عن اللوسز، زد انبوت ماينس زد اوتبوت على زد انبوت بلس زد اوتبوت، هو ده اللوسز. طبعا في فولتج ستاندنج ويف ريشيو، بس انا مش ايه مش فارق معايا القانون ده هنا قوي، لان ده علاقته بالجاما ايه مش فارق قوي معايا في حساب الافشنسي. انا حساب الافشنسي بدلت الايه بالجاما نفسها اللي هي الريفليكشن كوفيشنت. فانت عندك الانبوت تيرمينال بتاع امبيدنس بتاعت الانتنه اللي هي زد انبوت، وعندك الزد اوتبوت اللي هي الكاركترستكس امبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين او الفيد لاين او اللي هو السلك اللي داخل على الانتنه، ده اللي هو يعتبر الزد اوتبوت. لما اجي اجيب الفرق بينهم على مجموعهم كده جبت الجاما ريفليكشن كوفيشنت، اعوض فوق اجيب المس ماتش لوسز او اللي بنقول عليه ايه الاي ار الراديشن افشنسي او الجزء الخاص بالمس ماتش لوس. الكوندكشن داي الكتريك، الكوندكشن داي الكتريك وده اللي هو الاي سي دي كوندكشن داي الكتريك، ده بيبقى هو مين؟ ده هو بقى الباور راديتد على الباور اكسبتد اللي احنا كنا استنتجناه من شويه، ار راديشن على ار راديشن بلس ار لوس. احنا استنتجنا ده، لو جبت ده وضربته في ده كده انت جبت التوتال افشنسي بتاعتك، يبقى انت معاك التوتال افشنسي. طب ايه اللي ممكن استبعده من الدايره؟ والله لو قال لي لوسلس ميديوم بقت اللوسز ريزيستنس بزيرو يبقى الافشنسي دي ب 100%. انما الافشنسي دي من الصعب وليس من المستحيل ان هي تبقى 100%، اللي هو ايه؟ انك انت تظبط الماتشنج ما بين الانبوت امبيدنس والكاركترستكس امبيدنس بتاعت اللاين. على فكره ده دي اللي اقدر اتحكم فيها ووصلها لاعلى نسبه. اما اللوسز ريزيستنس هنا ففي جزء منها بيبقى ثيرمال، ممكن يكون من الصعب ان انا اوصل ل 100% فيها، بس الا لو كان طبعا الميديوم زي فايبر مثلا فنقول عليه لوسلس ميديوم. يعني البارامتر اللي يجي بعد كده هو الجين، والجين احيانا في تعريفه بيختلط مع فكره الدايركتيفيتي، خاصه ان القانون بتاع الجين هو نفسه الدايركتيفيتي بس مضروب فيه الافشنسي. فكرة الجين اللي هو الريشيو ما بين الراديشن انتنسيتي في اتجاه للراديشن انتنسيتي اللي بنقدر نحصل عليه لو كنا شغالين على ايستروبيك انتن. يعني ايه؟ يعني علاقة الريشيو ما بين الراديشن انتنسيتي في نقطة معينة او في اتجاه معين للانتنة للريفرنس بتاعي اللي هو الايزوتروبيك انتنا راديشن انتنسيتي. يعني نقدر نقول القانون بتاعي كانه هو يو على يو ايزوتروبيك، هو ده الجين.
هتقولي ما الجين ده مش هو عبارة عن باور على باور، كأنها الباور اللي يعني ممكن نعتبرها بشكل آخر باور يعني بشكل تاني. لما نيجي نتكلم على جين في سيستم، فكأن الجين اللي بيستقبله الريسيفر إلى الجين اللي بيبعته الترانسميتر، الباور هنا والباور هنا. بس احنا هنا بنتكلم على علاقة الراديشن انتنستي. لما يبقى عندي انتنة معينة وليكن دش، وبيبعت في اتجاهات، ده ترانسميتر مثلا مش ريسيفر، فجيت قست اليو في حتة مقارنة بلو كان ده ايزوتروبيك انتنة وهيبعت نفس الباور في جميع الاتجاهات، وقست نفس الباور دي هنا فطلعت يو ايزو، وقيس الاتنين على بعض وشوف النسبة قد ايه. طبعا النسبة المثالية انك انت توصل لجين 100%، وطبعا ده مش هيحصل يعني ان الجين يكون اكبر ما يمكن. هو طبعا الجين هيبقى كبير، بس ان يوصل لاكبر قيمه ده طبعا بيعتمد على انك انت توصل اليو للايستروبيك انتنا بتاعتي. طيب الجين ده ليه علاقه بالدايركتيفيتي وليه علاقه بالافشنسي. الجين ده هو هيبقى عباره عن الابسوليوت جين، هو عباره عن الجين اللي عندي في الافشنسي اللي هي بتاعت الراديشن، وفي عندي جين خاص بالكوندكشن دايلكتريك مضروب فيه برضو الدايركتيفيتي. يعني الجين هو ليه علاقه بالدايركتيفيتي والافشنسي، فالجين هيبقى عباره عن افشنسي في دايركتيفيتي. ده مبدئيا اذا كان هنا في اي ار واذا كان هنا في اي سي دي ولا في اي توتال، ما حاجه من ثلاثه. لو ضربت الـ ER في الـ Directivity انت حصلت على حاجة اسمها الـ Absolute Gain. أو Radiation Gain. وهنا الـ Dielectric Conductive أو Conduction Dielectric Gain اللي هو الـ ECD في الـ D. أما الـ Absolute Gain هو الـ Total Efficiency أو نقول عليه الـ Total Gain في الـ Directivity. اللي هو حصل ضرب الاثنين دول في الدايركتيف. فتعالى هنشوف اول حاجه عندي هتقولي ان الجين عباره عن افشنسي في الدايركتيفيتي. ده الدايركتيفيتي 4 باي وماكسيم على بيرا ديت. الجين ممكن يكون اي سي دي في الدايركتيفيتي، ده الجين اللي هو هنا ما بياخدش في الاعتبار اللوسز من الامبيدنس ميس ماتش، اللي هو ما بياخدش في الاعتبار الاي ار، هو واخد في اعتبار الكوندكشن داي الكتريك فقط اللي هي الار راديشن على ار راديشن زائد ار لوسز. لكن هنا لو انا مش واخد في الاعتبار الامبيدنس ميس ماتش فانا هو ده الجين اللي هو بنقول عليه كوندكشن داي الكتريك جين. اما لو انا شغال على الماكسيمم جين، الماكسيمم جين عندي اللي هو الاي سي دي في الدايركتيفيتي لما تكون ماكس. كلمه ماكسيمم جين يتحقق لما يكون الدايركتيفيتي اكبر منه، يعني اكبر جين عند اكبر دايركتيفيتي. الابسوليوت جين اللي واخد في اعتباري كل انواع اللوسز الاي ار والاي سي دي، اهو الاي ار في الاي سي دي في الدايركتيفيتي. لو انت ضربت الثلاثه في بعض كده جبت الاي توتال في الدايركتيفيتي، هو ده الابسوليوت جين وهو ده القانون الجنرال. فبالتالي نقدر نقول ان الجين عندي هو خليك ماشي بالجنرال فاليو، الجين ابسوليوت هو الاي توتال في الدايركتيفيتي، الماكسيمم جين ابسوليوت هو عند ماكسيمم دايركتيفيتي. تمام. طب تعال ناخد كده اكزامبل. بدا لي المساله وقال لي عندي لوسلس ريزونانت هاف ويف لينس دايبول انتنا. ده نوع من انواع الانتنا بنسميه الهاف ويف لينس دايبول، معناه لمضة على اثنين انتنا. كلمة لامدا على اتنين انتنة معناها ان الانتنة دي طولها بتساوي لامدا على اتنين، وده نوع مشهور جدا جدا في الانتنة اللي هي الدايبولز اللي بالشكل ده. اللي هو لو انت كان زمان توعى على الاريال الداخلي اللي في التلفزيونات ده كان بيتفرد، هو ده الدايبول. الانبوت امبيدنس 73 اوم، ده بدا زد input impedance. عايز اكونكت مع ترانسميشن لاين الكاركترستكس امبيدنس 50، ده زد نوت، يبقى ده زد انبوت وده زد نوت. ومديني الباترن انتنا تقريبا اليو بالشكل ده. عايزين نحسب الماكسيمم جين
والماكسيمم ابسولوت جين. الابسولوت جين اللي فيه كل الايه الانتنز، كل الافشنسي. الماكسيمم جين اللي هو فيه الكوندكشن دايلكتريك افشنسي فقط. هاف ويف لينث دايبول يعني ال بلاند على 2، اي ثينك مش هنستخدمها هنا. بس اللوسلس ريزونانس هاف ويف دي طبعا ممكن تساعدني في ان انا اعتبر الار لوسز في بعض الاحيان ايكوال زيرو لو احتجت. طيب تعالى كده نشوف الحل هيبقى عامل ازاي وايه علاقه اليو بالموضوع. اليو عشان تجيب لك البي راديتد، والبي راديتد هنجيب منها الدايركتيفيتي، والدايركتيفيتي هي اللي هتجيب لك جين، واثناء ذلك بنحسب الراديشن ريزيستنس واللوس ريزيستنس والايه الافشنسي اللي احنا عايزينها. طيب انا محتاج القانون بتاع الدايركتيفيتي. الدايركتيفيتي بيقول ايه؟ الدايركتيفيتي بيقول ما انا عايز اجيب الجين، خلينا نبدا بالجين. الجين هو عباره عن افشنسي في دايركتيفيتي. والله لو انت عاوز ماكسيمم جين وماكسيمم ابسولوت جين، يبقى مره هتحط اي سي دي في الدايركتيفيتي، ومره هتحط اي توتال في الدايركتيفيتي. طب ايه الدايركتيفيتي؟ الدايركتيفيتي 4 باي يو ماكسيمم على بي راديت. طب ليه ما قلتش 4 باي على دبل انتجريشن لليو نورمالايزد ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي؟ صح جدا اهو، طبقها ولا تزعل. 4 باي على دبل انتجريشن لليو نورمالايزد، يبقى هنطير ده لان ده يو، هنطير البي نوت، يبقى لك ساين سكوير ثيتا في ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. يبقى دي كانها ساين اس 4، هنكملها اهو وهنشوفها هتطلع بكام. كده بقى معايا الدايركتيفيتي، طلعت الدايركتيفيتي 1.697. بقى معايا الدايركتيفيتي، ناقص اجيب الافشنسي. عندي نوعين من الافشنسي، ايه هما؟ عندي اي سي دي وعندي اي ار، ومفروض اضربهم في بعض عشان اجيب الاي توتال. الاي كوندكشن داي الكتريك هي الار راديشن على ار راديشن بلس ار لوس. طيب دي بكام؟ بواحد. ليه؟ عشان كلمة lossless يعني مفيش R losses، يبقى ال R losses هنا زي ما قلنا هتبقى بزيرو، يبقى دي بواحد. طب ال ER بكام؟ 1 minus gamma square، والجاما بكام؟ بزد input minus زد output على زد input plus زد output، وانت عندك واحدة 75 وواحدة بخمسين، يبقى كأنها 1 minus 75 negative 50 على 75 plus 50 كل square. ده يديك ال efficiency اللي هو ال R radiated. الاي ار احسبها، اضربها في واحد، اضربها في الدايركتيفيتي، كده جبت الماكسيمم ابسولوت جين. طب الماكسيمم جين بس عباره عن ايه؟ الماكسيمم جين هتضرب الاي سي دي اللي هي عندك في الايه في الدايركتيفيتي، فالاي سي دي اوريدي بواحد، اضربها في الدايركتيفيتي يبقى كانها 1.697 على طول، وهو ده الايه الجين. وضحت الفكره كده؟ تعال نشوف، في طبعا كويز هيجي بعد كده اكزامبلز، فهنسكيب الكلام ده لان هيبقى الكويزات دي في السكشن فيما بعد. طيب نشوف كده اكزامبل لطيف برضو، بيقول لي لو انا عندي باور راديتد باي لوسلس انتنا، اول ما اشوف لوسلس انتنا ببتسم لان معناها الار لوسز بزيرو. الباور راديتد ب 10 واط، البي راديتد 10 واط. بعد كده قال لي the directional characteristics of the antenna are represented by the radiation intensity of ال U بسبب P نوت cosine cube theta. وات بر يونت سوليد انجل، والثيتا من 0 باي على 2 والفاي من 0 ل 2 باي. طبعا هنا مسألة مشابهة للي فاتت بس دي كوزاين بدل ساين. عايز يحسب الماكسيمم باور دينستي عند ديستنس 1000 متر. Assume far field. Exact directivity. Dimensionless طبعا وبالديسبل. وعاوز exact gain dimensionless وبالديسبل. طيب أنا معايا الـ U وعاوز أول حاجة أحسب الـ power density. الـ power density عشان تتجاب اللي هي الأوميجا. الأوميجا هي U على R سكوير، لأن الـ U R سكوير في أوميجا. طيب أو نص ريال الـ E كروس الـ H conjugate. أنا ما عنديش هنا E و H، أنا عندي U. فلازم اجيب اليو واقسمها على ار سكوير، والار هنا ب 1000 يعني هقسمها على 1000 سكوير. فانا لو جبت اليو قسمتها على ال 1000 سكوير يبقى خلاص كده. طيب ما عشان تجيب اليو
انت محتاج بس حاجة صغيرة، انك انت تجيب الفاليو بتاعت البي، عشان البي هي اللي ايه، اصل مش هينفع اقول بي نوت كوزين سكويرز كوزين تكعيب سيتا على 1000 الكل تربيع، ما هو ده الار. لا هو طبعا هنا كده المسألة ناقصة ان انا احدد قيمة البي نوت بكام. طب هو مديني حاجة احدد بيها، هو مش مديك البي راديتد ب 10. البي راديتد عبارة عن ايه؟ مش الدبل انتجريشن لليو ساين سيتا دي سيتا دي فاي، وحدود التكامل بتاعتك من 0 باي على 2 ومن 0 ل 2 باي اهو. لما اجي اكمل دي شيل اليو حطها بي نوت كوزين تكعيب سيتا، البي نوت هتطلع بره التكامل كوزين تكعيب سيتا في ساين سيتا دي سيتا دي فاي، هي الكويشن كلها في سيتا، فالدي فاي هتطلع بره ب 2 باي، يعني هنا هتبقى 2 باي بي نوت في الانتجريشن بتاع كوزين تكعيب سيتا ساين سيتا، دي داله في تفاضلها، فدي هتبقى ناتج التكامل بتاعي ماينس كوزين باور 4 اوفر 4، يعني كوزين اس 4 على 4، وانزل حدود التكامل هيطلع لك باي اوفر 2 بي نوت. ده البي راديتد اللي هو اصلا جيفن ب 10، فانا هستغل الجيفن ده واروح حاسبه، حاسب اصلا بي راديتد ومسويها ب 10، يبقى باي اوفر 2 بي نوت تساوي 10، يبقى اذا بي نوت بكام؟ 20 على باي، تطلع 6.3. بقت اليوب كام؟ 6.3 كوزين اس 3 سيتا، يعني كان ممكن اطلب طلب في الاول اقول لك اللي احسب البي نوت ومنها احسب الماكسيمم باور دينستي. الباور دينستي بقى اللي هو الاوميجا، الباور دينستي الاول اوميجا عباره عن اليو على ار سكوير، يعني 6.3 على ار سكوير كوزين تكعيب سيتا، والار دي ب 1000 تربيع خلاص كده، يبقى 6.3 في 10 نيجاتيف 6 كوزين تكعيب سيتا. هو عاوز الماكسيمم باور دينستي، الماكسيمم باور دينستي يبقى لما الكوزاين بواحد يبقى هو عاوز الرقم اللي قبل الكوزاين 6.3 في 10 باور نيجاتيف 6 وات بير متر سكوير عشان دي باور دينستي. تاني حاجه عايزها الدي نوت او الماكسيمم دايركتيفيتي اللي هي 4 باي يو ماكسيمم اوفر بي راديتد، البي راديتد ب 10 واليو ماكسيمم انت لسه حاسبها 6.3، يبقى 4 باي 6.3 اوفر 10 هيديك 8. 8 دي دايمنشنلس، لو هو عاوزها بالديسيبل يبقى تجيب 10 لوج 8 تطلع 9 ديسيبل 9 ديسيبل. بعد كده عايز الاكزاكت جين، الاكزاكت جين الجين ده الافشنسي في الدايركتيفيتي، بما ان الراديتد افشنسي بواحد عشان الراديشن ريزيستنس على الراديشن ريزيستنس زائد الراديشن لوسز اللوسز بزيرو، فبالتالي يبقى الجين ده بواحد. الكوندكشن دايلكتريك ما جابش سيره الانبوت امبيدنس والكاركترستكس امبيدنس، فنعتبرهم ان هم ماتشنج مع بعض، فبالتالي برضو الجين ده بواحد، يبقى التوتال جين اعتبرهم ان هم كلهم بواحد، يبقى الجين هو نفسه يعتبر الافشنسي. هنا هنعتبر الجين هو نفسه الافشنسي. يعني هنروح ل جزء جديد من البارامترز وهو الافكتيف والفيزيكال ابريتشر. خليني اديك مثال، هو الاريا سيرفيس اريا بتاعت الدش انتنا اللي بنقول عليه ريفلكتور انتنا، طبق الدش فوق سطح بيتك ده، هل انت بتستفيد بالاريا دي 100%؟ لا طبعا، انت بيسقط على سطح الطبق بتاعك الكترومغنيتيك ويفز كتير. هل كل سطح الطبق بيستقبل الالكترومغنيتيك ويفز؟ لا، في جزء بيحصل له ريفليكشن، جزء بيحصل له بنتريشن ويعدي، جزء بيحصل له تشتت وحيود، صح؟ فيحصل ديفراكشن بقى ويحصل ايه حاجات كتير. فاذا مش كل الالكترومغنيتيك ويفز اللي بتقع بيحصل لها ريفليكشن. ثانيا يبقى اذا الافشنسي بتاعت الطبق او سطح الطبق ما هياش 100%. فمن هنا بيبقى في فيزيكال اريا وفي بريتشر اريا. الفيزيكال اريا هي الطبق بتاعك ده على شكل كوره او على شكل بيضاوي، يبقى ليه اريا فيزيكال اقدر احسبها، مساحه دايره مثلا، او هو شكل واخد شكل دايره او شكل بيضاوي، فاقدر احسب المساحه، المساحه الفيزيكال بتاعه. اما الابريتشر اري او الافكتيف ابريتشر، كلمه ابريتشر دي للسطح بتاعي،
الفيزيكال اللي هي المساحه بتاعت الدايره نفسها اللي هي بتاعت الطبق. الافكتيف هي ايه؟ قد ايه من الطبق بيبقى افكتيف عندي في الريفليكشن؟ ما انت عايز الالكترومغنتيك ويفز دي يحصل لها ريفليكشن على ال ان بي اللي هي تتحول بعد كده لالكتريك سيجنال تدخل يحصل لها بقى الديكودنج على الريسيفر بتاعك. فبالتالي قد ايه بقى من سطح الطبق ده اللي بيرجع لي الكترومغنتيك ويف تروح للال ان بي؟ 80% من الريفليكشن، 70% من الريفليكشن. اذا الاريا كلها انا مش مستغلها، يعني الاريا باي ار سكوير دي مش كلها هي اللي هتبقى افكتيف معايا، ده تبقى 80% منها 70%. وعلى فكره معظم الاطباق في مصر ما بين 55 و70% الافشنسي بتاعتها تقريبا يعني. فبالتالي احنا هندرس على سبيل المثال كلمه the effective antenna aperture is the ratio of the available power at terminals of the antenna to the power flux density of the plane wave incident upon the antenna, which the polarization matched to the antenna. If there is no specific direction chosen, the direction of maximum radiation intensity is implied. تعال نشوف لما انا هسقط ويف بلين ويف على الفيزيكال اريا بتاعت الانتنة، لو حصل ماتشنج في البولاريزيشن ما بين الانتنة دايركشن او الويف دايركشن والسطح الطبق، ما انت ممكن يكون الالكترومغنيتيك ويفز اللي واقع على سطح الطبق مش في اتجاه الطبق اصلا، فبالتالي انت هتعكس ايه على ال ان بي؟ ولا حاجه. فبالتالي ما فيش سيجنال اصلا هتجي لك على الريسيفر فيما بعد. لكن لما يكونوا في ماتشنج ما بين الاثنين انت ممكن توصل للماكسيمم ريسبشن للراديشن نفسه. طيب ده بيسمع في ايه؟ بيسمع في قانون الجين فيما بعد. اولا دايركتيفيتي 4 باي على بيم اريا، ده احنا عارفين الكلام ده. ممكن نعيد كتابه البيم اريا بدلاله لامدا سكوير اوفر effective average. يبقى البيم اريا هي لامدا سكوير اوفر effective average. الماكسيمم effective اريا، وهي دي انا عايز اوصل لاعلى اريا اقدر استفيد منها في الطبق مثلا. فالماكسيمم effective اريا، تعال بص على القانون ده، هات ال AE في طرف، هتبقى لامدا سكوير في الدايركتيفيتي على 4 باي. لامدا سكوير في الدايركتيفيتي على 4 باي. ماكسيمم افكتيف عند ماكسيمم دايركتيفيتي، اعلى دايركتيفيتي هيديني ماكسيمم افكتيف، وطبعا العكس هو الماكسيمم افكتيف هيدي اعلى دايركتيفيتي. الافكتيف اريا عباره عن ايه؟ علاقه بقى بين الافكتيف اريا والماكسيمم افكتيف اريا؟ العلاقه هي الابريتشر افشنسي، اللي هي قيمه تتراوح من 0% او من 0-1. تعال نتغاضى ونقول الماكسيمم افكتيف ابريتشر يعني ممكن تكون الفيزيكال اريا اللي هي السطح يعني. فقد ايه علاقه الافكتيف اريا اللي هتستغلها من السطح على الفيزيكال اريا اللي هي ايه؟ اللي هي مساحه الطبق نفسه. تعال نشوف مثال عشان نفهم الكلام ده. لو انا عندي ابريتشر افشنسي وفي انتنا 7/10، الافشنسي بتاعت الانتنا 70%، اند ذا بيم ترافلنج ات 6 جيجا هرتز، ده الفريكوانسي بتاعي اللي انا ببعت عليه السيجنال، احسب الدايركتيفيتي. عايزك تحسب الدايركتيفيتي بتاعك والهاب باور بيم ويث والفيرست نال بيم ويث ابروكسيميتلي جيفن سيركلر ابريتشر اوف دايمتر 3 متر. يعني بيقول لك كان عندي طبق شكل دايره الدايمتر بتاعي 3 متر، يبقى الريديوس بتاعي 1.5 متر، يبقى اقدر اجيب الاريا بتاعت الديش انتنا ده او السيركلر ابريتشر انتنا ده باي ار سكوير، الاريا بتاعتي مساحه الدايره. طب استفيد من المساحه دي ايه؟ ما هي دي تعتبر الفيزيكال اريا اللي هي كانها الماكسيمم افكتيف اريا، فباي ار سكوير دي كانها الماكسيمم افكتيف اريا. الدايركتيفيتي عباره عن ايه بقى؟ الدايركتيفيتي اصلا عباره عن 4 باي اوفر لامدا سكوير في الافكتيف اريا. لو انت عاوز تجيب الماكسيمم دايركتيفيتي بقى هجيب الماكسيمم افكتيف اريا، يبقى 4 باي على لامدا سكوير في الافشنسي في الماكسيمم افكتيف اريا، لان اكبر مساحه للطبق لو ضربتها في الافشنسي تقل المساحه دي ويديك الافكتيف اريا. فيبقى الدايركتيفيتي 4 باي على اللامدا سكوير في ال 7/10 في الباي ار سكوير. شيل بقى اللامدا وحطها سي اوفر اف 3/10 8 على 6 جيجا هرتز،
وعوض بالارقام هيطلع لك الدايركتيفيتي 24871، ده قيمه الدايركتيفيتي ودي دايمنشن ليس. طب الدايركتيفيتي دي من منظور كراوس ابروكسيميشن يعني هي عباره عن 41253 على سيتا هاف باور في فاي هاف باور. الهاف باور بيم ويتس ان سيتا بلين في الهاف باور بيم ويتس ان فاي بلين. وبما ان هنا مش واضحه كلمه الفاي فبعتبر السيتا ابروكسيميتلي هي الفاي، يبقى السيتا ايكوال فاي، يعني ممكن تقول على سيتا سكوير. ومن هنا نقدر نجيب السيتا، تطلع السيتا حاجه صغيره جدا 1.28، وده منطقي كل ما البيم يبقى صغير جدا ناره كل ما الدايركتيفيتي تطلع عاليه جدا زي ما انت شايف كده طلع 24000. طب الفيرست نال بيم ويدث قلنا في كراوس لما يكون الهاب باور بيم ويدث طالعه قليله جدا او الزوايا طالعه صغيره جدا ده معناه ان الفيرست نال بيم ويدث ابروكسيميتلي تساوي دبل من الهاب باور بيم ويدث، يعني فيرست نال بيم ويدث كانها ضعف الهاب باور بيم ويدث تطلع 2.57 ده في الزوايا الصغيره جدا بالشكل ده. طيب مثال تاني، لو انا عندي ماكسيمم افكتيف ابريتشر تقريبا لبيم انتنا الهاب باور بيم ويدث 30 و35 in perpendicular plane in 30 intersecting the beam axis، يعني مستويين متعامدين على بعض، السيتا هاف باور بتاعي طلع 30 والفاي هاف باور طلع 35، واحده منهم 30 واحده 35 مش لازم احدد. الماينر لوبس از سمول ار سمول، يعني معنى كده نيجليكتد، يعني معنى كده ان مفيش efficiency 100%. طب عايزين نحسب الماكسيم افكتيف ابريتشر، يبقى الدايركتيفيتي 4 باي على لامدا سكوير في الماكسيم على طول، مفيش افشنسي هنا لانها تقريبا ب 100%. فاقدر اجيب الماكسيم افكتيف ابريتشر دي على 4 باي في لامدا سكوير. الدايركتيفيتي هنا 41253 على 30 في 35 على طول، مفيش تحويلات هنا. سيتا فاي. كده جبت الدايركتيفيتي، عندك 4 باي وعندك لامدا سكوير، سيبها تطلع بدلاله لامدا سكوير عادي جدا مفيش مشكله. اخر جزء عندي في المحاضره فيري ترانسميشن ايكويشن، وهو لو انا عندي تو او اوفر اول سيستم زي ما هو انتنا ترانسميتد وانتنا ريسيفد، هورن وهورن، دش ودش، ايا كان، ده بيبعت باور وده بيستقبل الباور، ده بيبعت بجين دايركتيفيتي، ده لازم يكون ان دايركشن مع الانتنه دي، ما بقاش ده بيبص في اتجاه وده بيبعت في اتجاه فاستحاله يستقبل. الدايركشن بروباجيشن لازم يكون الاثنين كانهم لاين اوف سايت او شايفين بعض، المسافه بينهم ار، في دايركتيفيتي في افكتيف ابريتشر هنا، في دايركتيفيتي في افكتيف ابريتشر هنا، ده ترانسميتر وده ريسيفر، وعايز احسب العلاقه ما بين الباور ترانسميتد والباور ريسيفد. هو هل الباور ريسيفد هيبقى قد الباور ترانسميتد؟ مستحيل، ده بينزل جامد الباور ريسيفد بيقل قوي، وارجع انا اعمل له امبليفيكيشن تاني في السيستم ده. فانا عايز اشوف علاقه الباور ريسيفد بالباور ترانسميت. العلاقه دي شهيره جدا، اسمها ايه؟ اسمها الفيري ايكويشن، هي لامدا على 4 باي ار، ار اللي هي المسافه بين الترانسميتر والريسيفر، كل ما بتبعد كل ما الباور ريسيفد بتقل جدا، كل سكوير في الجين ترانسميتد في الجين ريسيفد. واحيانا ممكن نشيل الجين ترانسميتد والجين ريسيفد ونحطها الافشنسي في الدايركتيفيتي ترانسميتد والافشنسي في الدايركتيفيتي ريسيفد. تعال نشوف مثال لطيف. عندي عايز احسب الماكسيمم باور ريسيفد على بعد نص كيلو متر من ترانسميتر انتنا، يعني الريسيفر ده كانه محطوط على بعد نص كيلو من ترانسميتر. عندي 1 جيجا هرتز فري سبيس سيركت، ده الفريكونسي اللي انا ببعت عليه. الترانسميتر انتنا ويز 25 ديسيبل جين، الجين بتاع الترانسميتر انتنا 25 ديسيبل، خلي بالك من ذلك ديسيبل، وانا دايما بعوض في القوانين بريشيو. والريسيفنج انتنا 20 ديسيبل. الجين طبعا اتقاس ويز لوسليس ايزوتروبيك سورس، يعني معنى كده ان ما فيش افشنسي، يعني كلها الايتا ب 100%. ذا ترانسميتنج انتنا انبوت 150 واط، الانبوت اللي كان طالع من الترانسميتنج انتنا كان 150 واط، عايزين نشوف البي ريسيف ده يبقى بكام. طبعا اللامدا اول حاجه بحسبها سي اوفر اف 3.8 على 1 جيجا، طلع 3.1 متر. البي ريسيف بتاع البي انبوت عباره عن جين انبوت في الجين ريسيفد في لامدا على 4 باي ار كابيتال كل سكوير. لازم احول ال 125 ديسيبل وال 20 ديسيبل لريشيو، فال 20 ديسيبل او ال 25 ديسيبل بتساوي 10 لوج حاجه،
اقدر اجيب الانفرس لوج واقدر اعرف واحده تطلع ب 100 وواحده تطلع ب 316، دي الريشيو اللي هي دايمنشنلس. يبقى البي ريسيفد على البي ترانسميتد عباره عن 100 في 316 في لامدا على 4 باي ار، الار هنا نص كيلو نص الالف اهو، منها طلع البي ريسيفد 10.8 من 10 ملي وات. شوف وصلت بعد مسافه نص كيلو وصلت 10 ملي وات وهي كانت طالعه 150 وات. تمام، خلاصه المحاضره، اول حاجه قانون الدايركتيفيتي 4 باي على البيم اريا. من ناحيه الاكزاكت البيم اريا دي هي الدبل انتجريشن للبي نورمالايزد دي اوميجا او اليو نورمالايزد دي اوميجا او الان تربيع سكوير نورمالايزد دي اوميجا، حيث الدي اوميجا هي السوليد انجل ساين سيتا دي سيتا دي فاي. ابروكسيميتلي كراوس الاوميجا هي سيتا في فاي، ريديان في ريديان يعني ستريديان، او ديجري في ديجري في حاله لو اللي فوق ده 41253، تبقى السيتا دي والفاي دي ديجري وديجري. لكن لو هتعوض هنا بريديان وريديان لازم فوق هنا تبقى 4 باي. بعد كده خدنا البي رادييتد، قلنا هي اوميجا افريج باور دينستي في الاريا نص ريال اي كروس كونجكت في ار سكوير ساين سيتا دي سيتا دي فاي، او هي الراديشن انتنسي يو مش يو نورمالايزد في دي اوميجا، او هي نص اي سكوير في ار. قلنا بعد كده اليو بتساوي ار سكوير في الاوميجا افريج، ده مهم جدا لان ساعات كنا بنقول ان الاوميجا هي يو على ار سكوير واستخدمناها في مساله. البي رادييتد هي الاي توتال في البي انبوت، مش هستخدمها دلوقتي. الدايركتيفيتي قلنا 4 باي على اوميجا اي او 41253 على سيتا فاي لو انا شغال ابروكسيميشن بس ديجري، ومعناها الاوميجا اي انك تشيل دي وتحطها يو نورمالايزد او بي نورمالايزد او اي سكوير نورمالايزد، او تحطها 4 باي يو ماكسيمم على بي رادييتد. وعرفنا ان الاي توتال هي الاي ار في الاي كوندكشن داي الكتريك، الاي كوندكشن داي الكتريك عباره عن ار راديشن على ار راديشن بلس ار لوسز، الاي ار عباره عن 1 ماينس جاما سكوير حيث جاما هي زد انبوت ماينس زد كاركترستكس امبيدنس على مجموع الاثنين. عرفنا ان الجين هي التوتال افشنسي في الدايركتيفيتي، ده الابسوليوت جين، والجين اللي هو العادي كلمه جين عادي كده تبقى الكوندكشن داي الكتريك في الدايركتيفيتي. وعرفنا ان الراديشن ريزيستنس 2 بي على اي نوت سكوير او بي على اي سكوير ار ام اس. عرفنا ان في سبيشال كيسز للانفينتيزمال دايبول والشورت دايبول 80 باي سكوير الا على لامدا اوفر سكوير او 20 باي سكوير الا على لامدا كل سكوير. عرفنا ان في حاجه اسمها الافكتيف ابريتشر، وقلنا ان الدايركتيفيتي 4 باي على بيم اريا او 4 باي في الافكتيف اريا على لامدا سكوير. وعرفنا ان الافكتيف اريا بتبقى عباره عن الافشنسي في الماكسيمم افكتيف اريا. وختمنا بقانون ان البي ريسيفد اوفر بي ترانسميتد عباره عن لامدا على 4 باي ار كل سكوير في الجين ترانسميتد في الجين ريسيفد، وهي دي الفيري ايكويشن. بكده بنكون ختمنا محاضره النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، وبنرحب باي سؤال. اشوفكم على خير المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله.